السلام عليكم، معكم سناء في وصفة جديدة، بانكيكس كاكاو. نضرب 2 حبات بيض، نضيف كاس حليب، نضيف قرصة ملح، نضيف سكر، نخلط المكونات، نضيف ليفيور شيميك، نخلط، ونضيف 250 غرام فارينة تدريجيا، زوج مغارف كاكاو، نحمي المقلاة تاعي وندوب الدهان، ونطيب البانكيكس تاعي. هذا هو البانكيكس كاكاو، وإن شاء الله ينال إعجابكم. باي باي.